ازيك يا سيدي، تاني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاك زون احمد خالد من الفرقه الثالثه. ان شاء الله هشرح لكم النهارده مراجعه توتوريال بايوكيميكال بيسز اوف سام نيورولوجيكال ديزيز. تمام. انا عرفت ان الدكتوره في التوتوريال ده حضرت حاجات، فانا هركز عليها اكتر، وبانكم غالبا مزنوقين وهتسمعوا الفيديو ده، مش عارف تسمعوا الفيديو الرئيسي، فانا هحاول اخليه قريب من الفيديو الكبير. تمام. اول حاجه، النقطه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، واحنا هنتكلم عن 5 امراض تقريبا. اول واحد اسمه جلوت 1 ديفيشنسي سيندروم، ان هو الجلوت 1 ده جلوكوز ترانسبورتر 1، ماشي، حصل له ديفيشنسي، يعني هو مش موجود. تمام. فهو ده سيندروم، بيديك مجموعه اعراض كده. تمام. ده بيبقى حصل له ديفيشنسي فين بالظبط، او بيحصل له فين بالظبط؟ بيحصل له بيحصل لي على السي ان اس. ليه؟ علشان الجلوكوز ما بيعرفش يعدي للبرين علشان يحصل له ميتابوليزم وينتج الطاقه للبرين، ماشي. وبعدين نتكلم عن ديمنشيا، ونعرف الديمنشيا ده عرض وليس مرض. فطالما هو عرض يبقى هو ليه اسباب. تمام. فهو من اشهر اسبابه حاجه اسمها نيورو ديجنريتيف ديز اوردرز، اللي هي امراض بيحصل فيها ديجنريشن، يعني تدمير او موت لبعض النيورونز، الخلايا العصبيه يعني. تمام. والنيورو ديجنريتيف ديز اوردرز دول ايه هم؟ اللي هم الزهايمر ديزيز، ده هنتكلم عنه، الباركنسون ديزيز، والهانتنجتون ديزيز، والبراين ديزيز. والاربعه دول مهمين، ما هم يعني اللي هو بيقول لك ممكن يجي لك سؤال ايه؟ all of the following are neurodegenerative disorders except، يحط لك الاربعه ويحط لك مثلا ثلاثه، ويجيب لك واحد غريب، مثلا يجيب لك مثلا جلوت 1 ديفيشنسي سيندروم، يقول لك ده neurodegenerative، ده طبعا ايه؟ غلط. تمام. فبالنسبه للاربعه دول برضو مهم جدا نعرف مكان الديجنريشن اللي بيحصل فين. يعني الالزهايمر ديزيز النيورونز اللي بتموت هي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الكورتكس، في السريبرال كورتكس. الباركنسون ديزيز النيورون اللي بتموت هي الدوبامينرجيك نيورون اللي موجوده في البيزال جانجليا، سبستانشيا نيجرا بتاع البيزال جانجليا. الهانتنجتون ديزيز هي برضو في الكودات نيوكليوس، تمام، برضو في البيزال جانجليا. البراين ديزيز لا، ده مش موجود ايه، له مكان محدد للنيورونز. تمام. نيجي بقى لكل مرض، وكل مرض هو في الاول ذاكر لك ايه، ذاكر لك شوية معلومات عنه. ايه هي المعلومات عنه؟ اول حاجة دي اللي الدكتور اكدت عليها، تمام، ان هو المرض ده اول حاجة ان هو نادر، دي اول حاجة. تاني حاجة ان المرض ده جيني، تمام، وممكن يبقى اوتوسومال دوميننت، ممكن يبقى اوتوسومال ريسيسيف، ممكن يطلع سبورادك. ان هم يعني سواء ده او ده، هو الجين اللي بيحصل له ميوتيشن هو ايه؟ هو جين اسمه سوليوت كارير فاميلي 2 ممبر 1، يعني اللي هو اختصاره SLC2A1. تمام. دي ده اسم جين بيحصل له ميوتيشن، وده مهم جدا جدا. تمام. تاني حاجه مهم ايه؟ مهم الموست كومن سيمتوم بتاعنا هي السيجرز، الابيليبسي. تمام. دي برضو مهمة جدا جدا، واللابراتوري انفستيجيشنز هنا هنعرفها هي مهمة، والتريتمنت بتاعها هو كيتوجينيك دايت، ده برضو ايه مهم. يبقى دي الـ5 معلومات، يعني انت مثلا حتى لو ما لحقتش تقرا تعرف الـ5 معلومات دول. تمام. بالنسبة للانفستيجيشنز هنقولها، ماشي. هنا السلايد بقى يعتبر اعاده، هو بيقول لك برضو ان هو رير ديزيز، سببه ايه؟ سببه ديفيشنسي في الجلوت 1 ديفيشنسي، جلوت 1 اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر 1. تمام. وده بيحتاجه ايه؟ عشان الجلوكوز يعدي البلاد برين بارير، يروح يغذي البرين. تمام. دي اول معلومه. تاني معلومه بيقول لك يعني ان هو ده سبب ايه؟ سبب ميوتيشن في الجين اللي هو اسمه سليو كارير فاميلي 2 ممبر 1 جين. تمام. تالت معلومه بيقول لك ان هو ممكن يبقى اوتوسومال دوميننت، ممكن يبقى اوتوسومال ريسيسيف. اوتوسومال دوميننت يعني ايه؟ يعني صفه سائده، يعني لو هو عنده جين واحد او عنده كروموسوم واحد بايظ هيتظهر عليه هتظهر عليه الصفه دي. اوتوسومال ريسيسيف ان هو صفة متاحية، ان هو لا، لازم الاثنين كروموسوم من الاب والام يبقى عندهم ايه، يبقى فيهم يبقى فيهم يعني الميوتيشن ده، عشان يبدا يظهر عليه الاعراض. وممكن يبقى سبورادك اللي هو تطلع يحصل لوحده. تمام. بيقول لك يعني السيمتومز بتاعته بتختلف، ممكن تبقى من شخص لتاني، ممكن تبقى مايلد فما يحصلوش ما يحصلوش دياجنوزز اصلا، هم ما تكتشفوش، وممكن الموضوع يبقى سيفير ويحصل له كومبليكيشن. ويبدا يقول لك الاعراض، ايه هي الاعراض بتاعتنا؟ الاعراض ان هو ده جاي لك ان ده طفل صغير اتولد، واتولد ده بدا يحصل له تشنجات، بدا يحصل له ايبيليبسي. تمام. طيب، وممكن بيقول لك ما يحصلوش ايبيليبسي يعني لو الحاله مايلد، ماشي. بيقول لك بقى في سيمبتوم ثانيه زي ابنورمال اي هيد موفمنت، مش عارف body movement disorder و developmental delay والكلام ده كله، ما يهمنيش. انا يهمني بس تفهم ايه، تفهم ان اهم عرض هو الابيليبسي. الاعراض التانية برضو حاجات
موتور وحاجات حاجات موتور وحاجات ايه ديفلوبمنتال، حته ال ان هو ان هو الشخص ده ممكن هيطلع منتال ريتارد. ليه؟ علشان الجسم البرين ما بيوصلوش الجلوكوز الكافي ان هو يخليه يعيش تمام، او يخليه يقضي حياته كويس، فبالتالي هيبدا في نيورونز هتموت، فيبدا يحصل له ايه، يبدا يحصل له منتال ريتارديشن. ماشي، طب وليه بقول حته المنتال ريتارديشن او الديفلوبمنت او الحاجات الكوجنيتيف دي؟ الحاجات الكوجنيتيف دي يعني معرفيه او ادراكيه تمام، اللي هو ازاي يعرف يفكر، ازاي يعرف يفكر ويفتكر ويتخيل ويحسب ويذاكر والكلام دون، دي حاجات كوجنيتيف فانكشن. ماشي، دي الحاجات دي مش هيعرف يعملها، والحاجات دي لما تعالجه بالكيتوجينيك دايت مش هترجع. ليه مش هترجع؟ علشان النيورونز لما بتموت ما بترجعش. طب هو ايه سبب الابيليبسي؟ صح، سبب الابيليبسي ازاي يعني هو ما عندوش جلوكوز، يحصل له ابيليبسي وتشنجات وحاجات سي ان اس ستيميوليشن. قال لك علشان الابيليبسي دي سببها ان خلايا النيورونز دي ما بقاش عندها طاقه، هتبدا ايه، تبدا تفرقع. طب لما تفرقع تطلع نيورو ترانسميترز الاكسيتاتور اللي فيها، تروح تستيميوليت الخلايا اللي حواليها، لما تستيميوليت الخلايا اللي حواليها يبدا يحصل لي الابيليبسي او السيجرز دي. وعلى فكره سيجرز بتساوي ابيليبسي بتساوي فيتس بتساوي كونفالجنس تمام، الاربع مصطلحات دول بيساووا بعض عشان لو لعب لك في المصطلحات. ماشي، فهو دلوقتي العيان دون هل الابيليبسي دي يعني هتتعالج؟ اه هتتعالج. ليه؟ لان مجرد ان انا هوديه الكيتوجينيك دايت بتاعه، هو هياخد الكيتون بودز هيستعملها، هياخد الكيتون بودز هيستعملها كمصدر للطاقه، فمفيش خلايا هتموت، فمفيش تشنجات هتحصل تمام. انما هل الـ هل ال الكوجنيتيف فانكشنز بتاعته هترجع؟ لا مش هترجع. ليه؟ عشان هي الخلايا ماتت خلاص، فهي اللي في السي ان اس اللي بيموت ما بيرجعش، فهو كده خلاص هو بقى منتال ريتاردد. وكمان عشان انت غالبا انت مش هتكتشف الحاله دي لما اتاخر، وانت جايلك عيل في اول 3 شهور بتاع من حياته مثلا وعمال يجيله تشنجات، انت هل هتيجي دماغك لمرض نادر؟ لا، انت تقعد تفكر في حاجات تانية تمام. نيجي بقى للابوراتوري انفستيجيشن. الابوراتوري انفستيجيشن ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انت الشخص عنده الجلوكوز قليل في فين؟ في البرين، يعني الجلوكوز بس الجلوكوز في الدم نورمال، فانت هتقيس له الجلوكوز، هتقيسه في السي اس اف وهتقيسه في البلد، هتلاقيه في البلد نورمال بلد جلوكوز ليفل. طب هتلاقيه في السي اس اف هتلاقيه لو تمام، يعني ايه واطي. ماشي، طيب وهتقيس له حاجه تانية، هتقيس له هتقيس له اللاكتيت ليفل. ماشي، او هتقيس له اللاكتيت ليفل فين؟ في السي اس اف، مش هتقيسه في البلد تمام. طب ايه هو اللاكتيت داون؟ اللاكتيت داون بيقيسه عشان حاجتين. اول حاجه ان هو ناتج من نواتج الميتابوليزم بتاع البرين، دي بتاع الجلوكوز يعني في البرين، دي حاجه. الحاجه التانيه ان هو البرين من الاورجنز اللي بتعرف تستخدم اللاكتيت كمصدر للطاقه تمام. تمام، فهو للسببين دول انا هقيسه. ماشي، طب لما اقيسه هلاقيه يا لو نورمال، يعني على الحد الادنى للنورمال، يعني مثلا لو هو المستوى بتاعه من 5 ل 10 انا هلاقيه 5، او هلاقيه لو اقل من 5 4 3 كده تمام. فده معناه ان ايه؟ معناه ان الجسم، معناه ان البرين ما عندوش كميه جلوكوز لدرجه ان هو بدا يستخدم اللاكتيت اللي عنده تمام. الحاجات دي يعني حاجات بنسبه 90% مثلا تقول لك ان الشخص ده عنده ايه؟ عنده جلوت 1 ديفيشنس سندروم. بس ايه بقى الكونفيرماتوري تيست اللي هو ياكد لي 100% ان الشخص ده عنده جلوت 1 ديفيشنس سندروم؟ ان انا اعمل مولكيولار جينيتيك تيست، ان انا اعمل اختبار الهندسه بالهندسه الوراثيه، هل هي عنده ميوتيشن في الجين بتاع اللي هو اس ال سي 2 اي 1 تمام. دي ساعتها 100% الشخص ده عنده ايه؟ عنده جلوت 1 ديفيشنسي سندروم تمام. نيجي بقى للتريتمنت بتاعه. التريتمنت بتاعه كلمه واحده بس، هي الكيتوجينيك دايت تمام. ايه هو الكيتوجينيك دايت دون؟ يعني هو دايت بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاي فات ولو كربوهيدرات. انا هعيشه على الفات ان هو ياكل دهون كتير وياكل كربوهيدرات قليل. ماشي، طب لو هو لما ياكل دهون كتير، الدهون دي هتبقى مصدر الطاقه بتاعه، ليه؟ الجسم هياخدها يكسرها الفي دي فاتي اسيد والاورجنز استخدمها، بس البرين طبعا ما بيعرفش يستخدم الفري فاتي اسيد عشان ما بتعديش البلوت برين بارير، فيروح هو محولها لكيتون بودز، والكيتون بودز تروح تروح توفر البرين مصدر الطاقه، وهنا جه اس حته ايه كيتوجينيك دايت تمام. ولكن الايفكت بتاعه هو كويس جدا ان هو يمنع السيجرز اللي هتحصل في الجلوتون ديفيشن سندروم، بس هو ما بيمنعش الكوجنيتيف امبيرمنت او البيهيفير ايشوز. يعني هو ايه؟ يعني هو الشخص ده هيدنه منتال ريتاردد، ايه؟ ان غالبا انت هتكتشفه متاخر تمام. وبيقول لك يعني ان هو بيقلل السيفيرتي بتاعت الموفمنت ديز اوردرز برضه نفس الفكره. المهم بس يعني اللي يهمني ايه؟ ان هو ليس افكتيف في كوجنيتيف امبيرمنت تمام.
نيجي بقى ايه مرض الديمنشيا. مرض الديمنشيا برضو الدكتور اكد على حاجات. ايه هي الحاجات اللي اكد عليها؟ اول حاجه ان هو عباره عن تعريف، هو عباره عن ديتيريوريشن في الكوجنيتيف فانكشن. تمام، يعني ايه؟ يعني تدهور في الوظائف الادراكيه عندك. طب ايه هي الوظائف الادراكيه؟ اللي هي الوظائف الادراكيه هي اي عمليه ذهنيه تتطلب منك تفكير. تمام، وهنعرف ايه هي اشكال العمليات الذهنيه دي. ماشي، ومهمه ونقطه مهمه جدا 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 اللي هو ايه، الكونشس ليفل از نوت افكتيف. تمام، الديمنشيا دي عشان تفتكروه، افتكروا فيلم الزهايمر بتاع عادل امام. تمام، هو فيلم الزهايمر بتاع عادل امام هو مرض الزهايمر، يعني هو اشهر سبب للديمنشيا. تمام، هو الزهايمر. تمام، مرض الزهايمر بتاع عادل امام ده هو كان عنده ديتيريوريشن في الكوجنيتيف فانكشن، يعني ما كانش بيفتكر كويس. تمام، وما كانش بيفتكر وما كانش بيعرف، وكان متلخبط في حياته. اي نعم هم كانوا بيضحكوا عليه، بس يعني المهم يعني ان هو كان متلخبط في حياته وما كانش بيفتكر كويس. تمام، بس هو كان صحي بس هو كان صحي عادي، يعني كونشس ليفل بتاعه كويس. ماشي، غير كده الموست كومن كوزز طبعا. تمام، ومن سيبرو فاسكولار اكسيدنت هنعرف فيها حاجه اسمها اكزوتوسيس، هنعرفها قدام. تمام، ايه هو الديمنشيا؟ قلنا ان هو سيندروم، هي متلازمه من موجود اعراض مع بعضها. سببها ايه او بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها deterioration، تدهور في cognitive function beyond what may be expected from normal aging. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان هو مثلا انت شخص بيكبر في السن، الكوجنيتيف فانكشن بتاعته بتبدا تقل. يعني انت درجه ذكائك مثلا دلوقتي، او درجة حفظك، أو درجة قدرتك على العمليات الحسابية والكلام دوت، مش زي ما أنت كنت في ابتدائي، أو كنت في إعدادي، أو كنت في ثانوي. وأنت بتكبر المفروض يعني إيه، الحاجات دي بتقل، بتكبر بتقل مع السن. تمام، فهو بيقول لك إن هو المفروض بتقل لدرجة معينة. لو لقيناها قلت قوي عن المعدل اللي المفروض تبقى عليه، ده ساعتها بنسميه ديمنشيا. انما مثلا الناس الكبيره مثلا في سن 70 و80 سنه ممكن يبقى عندهم تدهور شويه في كوجنيتيف فانكشن داون، بس ما يعتبرش ديمنشيا. ماشي، مش مهم يعني قوي. ماشي، طب الكوجنيتيف كوجنيشن بقى هو تعريفه. تعريفه ان انت مش لازم، مش مطلوب منك تحفظ، مطلوب بس منك لما تشوف التعريف ده تعرفه. تمام، ايه هي؟ اقول لك ان هو اي شكل من اشكال انفورميشن بروسيسنج، يعني معالجه المعلومات والعمليات العقلية أو الأنشطة الفكرية. زي إيه؟ زي التفكير، الاستدلال، التذكر، الأورينتيشن يعني الإدراك، الكالكوليشن حساب، الإيماجينيشن تخيل، ليرنينج تعلم، ده كله يعتبر كوجنيتيف فانكشن. تمام، بيقول لك كان النقطة دي، بيقول لك إن التدهور الكوجنيتيف فانكشن ده، بيقول لك غالبا بيبقى مصاحبه ايه، او يسبقه ايه، شويه حاجات سايكولوجيكال، فهم يفتكروا ان هو الراجل ده داخل في ديبريشن. ماشي، ان هو بدا ينعزل لوحده، ما بيكلمش حد والكلام ده، فيفتكروا ان هو عنده ديبريشن، الا ان هو ده هو داخل في مرحله ديمنشيا. تمام، وكونشسنس مش افكتد، دي نقطه مهمه. تمام، طب ايه هي اسبابها؟ اسبابها ان من الثلاثه موست كومن كوزز الزهايمر ديزيز، بيمثل مش مهم الارقام بس ان هم يعني ان هو اشهر سبب. وبعدين الفاسكولار ديمنشيا، فاسكولار ديمنشيا ده يعني ايه؟ عارفين انتوا لما يقول لك واحد عمل حادثه فقد الذاكره والكلام دوت، ده اسمه فاسكولار ديمنشيا. تمام، وبعدين ديمنشيا اسوشيت وذ ليفي بودز هنعرفها، اللي يهمني فيها ايه؟ الباركنسونيزم. تمام، يبقى هي موست كومن كوز في في الديمنشيا ايه؟ هم الثلاثه دول اهم حاجه. ماشي، اذر كوز بقى ايه؟ فككوا منها، والانفستيجيشنز برضه في الكوكو منها. تمام، نيجي بقى للسيرفو فاسكولار اكسيدنت. ايه السيرفو فاسكولار اكسيدنت دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن واحد عمل حادثه او وقع مثلا او ايا كان، اللي هم حصل له لوس للبلاد فلو اللي رايح لجزء من البرين، نتيجه لايه بقى؟ ارتري اتقطع او ارتري اتسد، المهم يعني حصل لوس للبلاد فلو، فبالتالي هيحصل دامج للبرين. تمام، طيب الميكانيزم بقى بتاعه ميكانيزم اسمه نيوروتوكسيستي، وبالظبط اسمه اكزايتاتوري نيوروتوكسيستي. تمام، ليه توكسيستي وليه اكزايتاتوري؟ مش مهم او تعرف، بس المهم تعرف اللفظين دول، ان هو ان بيحصل حاجه اسمها اكزايتاتوري نيوروتوكسيستي. تمام، بيقول لك يعني الميجور ميكانيزم اسمها اكزايتاتوري نيوروتوكسيستي. بيقول لك يعني الاكزايتاتوري نيوروتوكسيستي ده بيبقى موجود في ثلاث امراض مهمين، ايه هما؟ اللي هما الالزهايمر والباركنسونيزم والكحول نيوروتوكسيستي. ثلاثة دول مهمين، ABA، الزهايمر، باركنسونيزم، والكحول نيوروتوكسيستي، وهم نفسهم الثلاثة اللي موجودين، سوري، هم نفسهم الثلاثة اللي موجودين هنا، الزهايمر وباركنسونيزم والكحول ريليتد ديمنشيا اللي هو الكحول نيوروتوكسيستي، هم نفس الثلاثة الموجودة هنا.
هما نفس الثلاثة اللي موجودين هنا، هما فيهم نيوروتوكسيستي، عشان هو برضه ده سؤال ممكن يجيلك في الامتحان. كل all of the following بيبقى فيه اكزالات النيوروتوكسيستي مع ذكاء مع ركزة. تمام، دي الميكانيزم. تمام، ايه اللي هو اللي بيحصل بقى؟ اقول لكم بسرعة دلوقتي، ان الخلايا دي ماتت. طبيعي الخلايا دي ماتت، تمام، لما تموت هتطلع حاجه اسمها جلوتامين. الجلوتامين ده يروح يشتغل على اتنين ريسبتورز له، واحد اسمه امبا وواحد اسمه نمدا. تمام، نمدا ده يعني يهمني تعرف ان هو حرف ان ده يعني نون سبيسيفيك، هو مش سبيسيفيك للصوديوم بس، هو بيعدي صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، يهمني ان هو يعدي الكالسيوم. تمام، يدخل الكالسيوم، الكالسيوم لما يدخل يتفاعل مع حاجه يكون لي حاجه اسمها رياكتيف اوكسجين سبيتشز. تمام، الرياكتيف اوكسجين سبيتشز دي المفروض انتوا خدتوها في الاكسيديتيف ستريس، ماشي. وكلمه اكسيديتيف ستريس دي محاضره رابعه، ودي مهمه الكلمه دي برضو مهمه. تمام، قال لك هتبدا تدمر لي الخلايا، ويشغل لك حاجه اسمها نيتروك اوكسايد سينسيز برضو يساعد في الموضوع ده، فبالتالي يبدا يكسر الايه الخلايا اللي حواليه. تمام، فيسبب الموضوع دامج. فليه هو انا سميناه نيوروتوكسيستي؟ علشان بيحصل توكسيستي من الار او اس رياكتيف اوكسجين سبيتشز نتيجه الاوكسيديتيف ستريس اللي حصل. تمام. طيب ال اه قلنا الار او اس ومع النيتريك اوكسيد، الاثنين دول مع بعض هيعملوا ابوبتوزس ونكروز للايه للخلايا. تمام، يبقى انا يهمني في الموضوع ده ايه، مهمني تعرف ان هو رياكتيف اوكسجين سبيتشز عن طريق الجلوتاميت، عن طريق الجلوتاميت اللي بيخرج يشتغل على النمدا والانبا. تمام، والاثنين دول بيؤدي لايه؟ بيؤدي لاكسيديتيف ستريس. الاكسيديتيف ستريس ده يؤدي لابوبتوزس ونكروزس للخلايا. تمام، ايه هو بقى النمدا الانبا والنمبا والانبا والنمدا ده الانبا دون قال لك سموه انبا علشان هو بيشتغل عليه ماده معينه اسمها انبا. تمام، انا ناسي اسمها دلوقتي. الماده دي بتعمل نفس الافكت بتاع الجلوتاميت. طب النمدا قال لك لا، النمدا ده بتاع الجلوتاميت بس ما بيشتغلش عليه الانبا، ماشي. طيب هو الانبا ده بيعدي ايه؟ بيعدي صوديوم وبوتاسيوم. طب النمدا نون سبيسيفيك، بيعدي كله صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم. تمام، نيجي بقى لي المرض اللي بعده اللي هو الزهايمر ديزيز، ماشي. الزهايمر ديزيز في اربع معاناة مهمه جدا نعرفهم. ايه هما؟ اول حاجه ان هو الموست كومن فورم من الديمنشيا، تاني حاجه ان في ثلاثه جينز اسوشيتد ويز ايرلي اونست اوف الزهايمر ديزيز، مهم ان تعرفهم. وفي جينز تانية ليت، مش مهم ان انت تعرفها، في واحد منهم بس انا عاوزك تعرفه. الباقي ايه؟ الباقي انت تعرف الثلاثه بتوع الايرلي اللي هما الاي بي بي، وتعرف واحد بس من ليت اللي هو اللي هو الموست كومن، والباقي يبقى ليت. تمام. تالت حاجه ان هو كاركتر ان هو حصل فيه بروجريسيف ديس في الكورتيكال نيورونز، النيورونز اللي موجوده في الكورتكس. تمام، دي مهم. وبعدين اكسترا سيلولار الاميلويد بيتا بليكس وانترا سيلولار تاو، دي البروتينز اللي بتترسب بتبقى موجوده في البرين سابستنس. تمام، بروتين تبقى بره اكسترا سيلولار بره اهي اللي هي الاميلويد بيتا بليكس، وبروتين تبقى انترا اللي هي التاو. تمام، انترا سيلولار اللي هي التاو. تمام، بيقول لك احنا عندنا اربعه نيو جينيتيف ديز اوردرز اللي انا قلت عليهم، اللي هم الزهايمر ديزيز، باركنسون ديزيز، وهانتنجتون ديزيز، وبراين ديزيز. تمام، فاهم. الزهايمر ديزيز يعني بيقول لك ده الموست كومن فورم من الديمنشيا، وبيبقى معاه جرادوال ديكلاين. زي ما انتوا لو انتوا فاكرين انا في الفيلم قال لك لو قعد 6 شهور يديله دواء علشان يحصل له الزهايمر، فالموضوع جرادوال، تمام، ما بيحصلش مره واحده. الجرادوال ديكلاين في النمبر بتاع الكوجنيتيف فانكشن في جو ديكلاين في النمبر اوف كوجنيتيف فانكشن، زي ايه؟ زي الميموري والثينكينج والاورينتيشن الكلام ده. تمام، طب ايه الريسك فاكتور؟ الريسك فاكتور اول حاجه الاولد ايج، ان هو بيجي اكتر في كبار السن. تمام، تاني حاجه قال لك علشان احنا لقيناه له جينيتيك اسوشيشن، فده معناه ان هو في بوست فاميلي هيستوري. تمام، ادي كده ثلاثه ريسك فاكتور مش مهمين، ماشي. طيب اللي يهمني بقى ايه؟ الثلاثه جينز الايرلي اونست الاسوشيتد ويز ايه؟ ويز ايرلي اوست اوف الزهايمر ديزيز. ايه هما التلاته جين؟ اول حاجه امايلويد بريكورزر بروتين جين اي بي بي. تمام، والتاني بقى بريسينيلين 1. بريسينيلين يعني ايه؟ بريسينايل يعني قبل كبر السن. تمام، هو بيجي في كبار السن. تمام، فامايلويد بريكورزر بروتين وبريسينيلين 1 وبريسينيلين 2. تمام، دول ثلاثة بتوع الانترست ودول مهمين. طيب اللي مش م... اللي ده انا مهمين تعرف فيه ايه؟ اللي هو الابو لايبو بروتين اي. تمام، افتكر ان اللي فيه لايبو بروتين هو بيكون ليت، ماشي، ده اهم واحد في الليت، ماشي. فيه بقى شوية حاجات تانية بقى تريم 2 وسي دي 33، عرفكوكم من الكلام ده. المهم تعرف لي ايه؟ تعرف لي التلاتة الايرلي
والليت ده اللي هو ابو ريبوبروتين E4. تمام. طب هو بيبقى كاركترايز حسب بروجريسيف ديس فين؟ في الكورتيكال نيورونز، دي مهمة جدا. ماشي. طيب الديس ده حصل نتيجة لإيه؟ نتيجة لإكسترا سيلولار أمايلويد بيتا بروتين، الأمايلويد بيتا بليكس تبقى بره، بيتا بليكس تبقى بره. تمام. طب انترا سيلولار بتبقى ايه؟ تبقى تاو بروتينز. تمام. انترا تاو. تمام. بيقول لك على هنا بتبقى في شكل نيورو فايبراري تانجلز، اللي هي الانترا دي في الكلام ده، وده شكل البتاع. الاوكسيديف ستريس بيقول لك ان هو واحد من الميكانيزمز اللي بتعمل نيورونال لوس. ماشي. دي كلمه مهمه بالنسبه لنا، ان هو لو جاب لك اوكسيديف ستريس زي ما انا شرحت من كام سلايد كده على الجلوتاميت اللي بيحصل فيه، فهو الاوكسيديف ستريس برضه واحد من ايه، من الميكانيزم اللي بتؤدي لايه، نيورونال لوس، اللي بيحصل ديس النيورون. طبعا انتوا عارفين ليه. ماشي. طب هو بيقول لك يعني ان بيحصل دامج للكورتيكال نيورون فيؤدي ليه ديكريز في الكوجنيشن. ماشي. طب هو زود لك ايه؟ زود لك ان هو بيقل الاستايكولين سينسس. طبعا منطقي ان الخلايا بتموت، فاكيد مش هتكون لك استايكولين، فالاستايكولين هيقل. تمام. طيب السطر الكبير ده كله انا يهمني في الموضوع ده ايه، يهمني في كلمه الحاجات اللي تحتها خط دي، ان هو بيحصل حاجه اسمها جلوكوز هايبو ميتابوليزم. تمام. ليه جلوكوز هايبو ميتابوليزم؟ عشان خلايا بتموت فالجلوكوز بيقل. تمام. او هو ممكن يكون السبب. تمام. طيب جلوكوز هايبو ميتابوليزم ده ايه علاقته البليك دينستي، البليك اللي بتتكون زي الاميلود بيتا بليك والكوجنيتيف فانكشن؟ قال لك كل ما يقل الجلوكوز ميتابوليزم، يعني الشخص لما بيوصلوش جلوكوز كتير تتكون البليكس كتير ويقل الكوجنيتيف فانكشن بتاعته اكتر. تمام. يبقى كل ما يقل الجلوكوز ميتابوليزم، كل ما تكون البليكس كتير وتقل الكوجنيتيف فانكشن بتاعته. تمام. تمام. نيجي بقى للمرض اللي بعده، اسمه باركنسون ديزيز، اللي هو الشلل الرعاش. ده موست كومن فورم في الباركنسونيزم، والزهايمر موست كومن فورم في الديمنشيا، الباركنسون ديزيز موست كومن فورم في الباركنسونيزم. ماشي. طب المرض ده بيتميز ان هو بيبقى عنده موتور مانيفيستيشن اسمه شلل رعاش، يعني شلل ده برضه موتور ورعاش ده موتور، يبقى هما الاثنين ايه، عنده موتور مانيفيستيشن. يهمني ان هو بيحصل ديجنريشن في ايه، في الدوبامينرج نيورون الموجوده في السبستانشيا نيجرا اوف بيزال جانجليا، دي مهمه جدا جدا. تمام. وبيبقى ان هو المرض ده سببه حاجه اسمها بروتين مس فولدنجز بتؤدي لتكوين ليوبوتس. تمام. نيجي لباركنسون ديزيز، هو موست كومن فورم باركنسونيزم قديمه. قال لك بيبقى كاركترايز ده بقى ايه، اسمه باركنسون ديزيز شلل رعاش. تمام. اول حاجه ان هو بيبقى كاركترايز بديمنشيا بتحصل في 40% من الحالات، ده موضوع منطقي لان احنا قايلين ايه، قايلين ديمنشيا بيبقى سببها نيورو ديجنريتيف ديز اوردر زي كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. طيب هل بقى كاركترايز بقى ايه؟ قال لك اسمه شلل رعاش. تمام. شلل يعني هو شخص عنده مصر ريجيتي، عضلاته مخشبه، ورعاش عشان يبقى عنده التريمورس رعشه. تمام. طيب الشخص ده لما يجي يقوم يقف او يجي يتمشى يبقى عنده امبيرمنت في الوقوف او المشي، يبقى عنده مشاكل فيهم المشي، وما دخلكش في تفاصيل الامبيرمنت. ماشي. طب هو سبب ايه؟ سبب دي جنريشن في الدوبامينرجيك نيورون الموجوده في السبستانشيا نيجرا بتاعه البيزال جانجلي، فيقل الدوبامين في الكوربس تريتوم فيحصل الموتور ديفشنسي بتاعته او الموتور مانيفيزيشن بتاعتنا. تمام. طيب ايه سبب دي جنريشن؟ قال لك سببه مش معروف قوي، بس هو قال لك ان هو متهم فيه حاجه اسمها الليوي باتس. تمام. دي متهمه في الموضوع ده. تمام. طيب ايه هو بقى الحاجات اللي بتؤدي لبدايه او تدهور المرض ده؟ اول حاجه انه اربع حاجات بيجوا مع بعض. ايه هي؟ قال لك ميتوكوندريال دامج، يعني بيحصل دامج للميتوكوندريا، يعني ما فيش طاقه فبيحصل انرجي فيلير. تمام. ما فيش طاقه يعني الخلايا هتموت. تمام. ما الخلايا هتموت هتخرج النيورو ترانسميترز اللي عندها، فيحصل حاجه اسمها اكسايتوتوكسيستي. تمام. الاكسايتوكسيستي دي تعمل اكسيديتيف ستريس فيؤدي لايه، يؤدي الى مور مور ديس للخلايا. تمام. وبيحصل حاجه اسمها بروتين موس فولدنج، يهمني قوي 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 تعرف ان الليوي بودز دي بتاعه الباركنسونيزم. تمام. هي بتحصل في الالكحول برضو، بس يهمني ان تعرف انها بتاعه الايه، الباركنسونيزم، في الامراض اللي احنا خدناها هي بتاعه الباركنسونيزم دي الليوي بودز. تمام. طيب تالت دول بيقول لك ان هو الامبيرمنت في البروتين كليرنس بصير براين لايك والكلام ده في كوكو منه. ماشي. وهنا برضه حته الانفيرومنتال فاكتورز، لو انت عاوز تحفظ يعني فيهم تحفظ ايه، ان هو في ماده اسمها ام بي تي بي وماده اسمها باراكوادي. المهم يعني المادتين دول بيؤدي الى ايه، بيؤدي الى سبورادي كيسز من الزهايمر ديزيز في كوكو من الحاجات دي برضه. ماشي. ناقصنا كده مرضين.
تمام. الهانتنجتون ديزيز والبراين ديزيز. الهانتنجتون ديزيز ده سهل خالص ماشي. هو السلايد دي بس هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان هو نيورو ديجنريتيف ديز اوردر زي الباقيين ماشي. يهمني في ايه؟ يهمني ان هو بيبقى فيه كوريا. ايه هي الكوريا دي؟ الكوريا دي هي كلمه معناها راس، بس راس مش هيد، راس من التاني تمام. قال لك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن حركات غريبه مفاجاه غير لا اراديه ما بتتكررش تمام. هي عباره عن abnormal abrupt دي يعني sudden، abnormal sudden involuntary non repetitive movement، حركات غريبه لا اراديه ما بتتكر مفاجاه ما بتتكررش تمام. بيقول لك behavioral changes و dementia. ايه ما طبعا ايه، ما ده واحد نيوروجينيتيف بيعمل ديمنش ماشي. طيب هل يهمني ايه تاني في الكوز بتاعته؟ يهمني ان هو اوتوسومال دوميننت تمام مش ريسيسيف ماشي. طب سيبك بقى من ده، اللي يهمني ان هو هنا بيحصل حاجه اسمها اتروفي للكودات نيوكليوس تمام. احنا هانتنجتون ديزيز ده كنا بنسكمه بنقول ايه؟ بنقول هانتنجتون ديزيز كاركترايزد باي كوريا اللي بيحصل فيها اتروفي للكودات نيوكليوس تمام. تمام طيب اللي يهمنا برضو في الهانتنجتون ديزيز انه بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ديبليشن للجابه في السبستانشيا نيجرا. ديبليشن للجابه في الايه؟ في السبستانشيا نيجرا. دي مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا. يبقى هما الثلاث معلومات المهمه عندنا ايه؟ اول حاجه ان هو كاركترايزد باي كوريا، ان هو بيحصل فيه اتروفي للكودات نيوكلاس، بيحصل ديبليشن للايه؟ للجابه النيورو ترانسميتر في السبستانشيا نيجرا تمام. ناقص بقى اخر مرض هو اسمه براين ديزيز او مرض جنون البار ماشي. يهمني في المرض ده وان هو تعرف ان هو المرض الوحيد الانفكشوس، والانفكشن بتاعته عن طريق البروتينز لو عن مش عن طريق اورجانيزم تمام. والبروتين ده بنسميه براين تمام. والمرض ده لما بيحصل بيعمل دامج للبرين، فالبرين ده لما تيجي لما الشخص ده يموت وتفتح على دماغه كده هتلاقي البرين ده فيه تجاويف زي صورة الاسبونج، زي صورة السفنجة، فسموه اسبونج فور انكفالوباسي تمام. تالت حاجة ان هو كلينيكالي الشخص ده هيجيله ايه؟ هيجيله عنده ديمنشيا وعنده لوس اوف موتور كوردينيشن، وحاجة اسمها بي ار بي سي. بي ار بي اس سي ده الايه؟ دي انواع البروتين هنعرفها قدام تمام. قال لك البراين ديزيز ده، قال لك ده نيوروجينيتيف ديزيز بشوفه في الهيومن وبشوفه في الانيمال تمام. قال لك عشان هو مثلا ممكن يتنقل، يعني هو في هو احنا هو اسمه ايه براين ديزيزز عشان هم اكتر من مرض، في امراض منهم بتتنقل من الانسان من سوري من الانيمال للانسان ماشي. قال لك ان هو ده سببه ايه؟ سببه بروتين، البروتين ده بيبقى انفكشوس ماشي. طب قال لك الاكزامبلز بتاعته مهمه، ان هم نعرف الثلاثه اكزامبلز اللي هم كورو وجروسفيلد جاكوب ديزيز والفاريانت من كروسفيلد جاكوب ديزيز. طب ايه هم الامراض دي؟ قال لك الامراض دي الكورو ده بيجي اكل لحوم البشر. قال لك الناس اللي بيتغذوا على الهيومن برين ناس دول بيجي لهم الكورو ده ماشي. طب الكروسفيلد جاكوب ديزيز ده قال لك لا ده بيحصل لوحده سبونتينيوس، ان الشخص ده لوحده بيبقى يجي له المرض ده من غير اي حاجه من غير اي سبب. طب الفاريانت من الكروتس فول ده اللي بنسميه مرض جنون البار اللي هو البوفاين سبونجي فورم انكفالوبس، ان هو حد كل البيف سواء كان بقى ميت او برين، فيبدا يتنقل له البروتين ده، فلما يتنقل له البروتين ده يجي له ايه؟ يجي له ديزيز تمام. طب ايه هي الفيتشرز ده؟ احنا قلنا حاجتين، حاجه كلينيكال وحاجه باثولوجيكال ماشي. الحاجه الباثولوجيكال بتاعته هي ايه؟ سبونج فورم انكفالوبسي، ودي مهمه جدا جدا. حاجه كلينيكال اقل اهميه شويه ان هو بيحصل له ديمنشيا ولوس اوف موتور كوردينيشن، حاجه مش ايه مش هتحفظها، انت اوريدي انت في جزء ايه ديمنشيا، فكده هيحصل له ديمنشيا تمام. قال لك ان هو بيتنقل عن طريق ايه؟ بيتنقل عن طريق انفكشوس بروتين اسمه براين بروتين، ومش عن طريق اورجانيزم ماشي تمام. طيب ايه بقى في البي ار بي سي والبي ار بي اس سي؟ هي مكتوب عندكم كلام بس حبيت اعملها في جدول احسن ماشي. البي ار بي سي ده نورمال. طب البي ار بي اس سي ده المس نورمال ماشي. مش نورمال، لا هي مس نورمال عشان فيها اس ماشي. طب البي ار بي سي ده فيه الفا هيليكس اكتر، انما البي ار بي اس سي ده فيه بيتا شيتس اكتر تمام. طيب ده اللي خلى ايه؟ ده اللي خلى ده نورمال وده مش نورمال، ان هو حته ايه؟ حته ان هو حصل بروتين مس فولدنج زي الباركنسونيزم برضه ماشي. طيب قال لك البي ار بي اس سي ده قال لك ده بيتجمع عشان يعمل حاجه اسمها اجريجيتس تجمعات يعني، وامايلود بريكس ماشي. فكوكوا منها. اللي يهمني بقى ايه؟ ان هو بيتريجر النورمال بروتين ان هو يبقى اب نورمال، يعني هو البي ار بي اس سي ده بيحول البي ار بي سي ان هو يبقى ايه؟ اب نورمال تمام. وفي الاخر كده دي سكيما انا كنت عاملها علشان نجمع المرض كله. البراين ديزيز ده اول حاجه ان هو بي
اب نورمال بروتين، والبروتين ده مور بيتا بيتا تشيتس ماشي. الاب نورمال بروتين اللي هو بي ار بي اس سي ده بيبقى فيه بيتا تشيتس اكتر. تمام قد كده برايون. الدي بي الار، الار هسيبها ناخد حرف الاس. ايه عشان ايه؟ عشان اقول لك ان الابنورمال بروتين اسمه بي ار بي اس سي في حرف الاس. تمام. طب الاي، الاي ده عشان نعرف ان المرض ده الوحيد الانفكشوس ديزيز، ده المرض الوحيد اللي انا خدته النهارده انفكشوس. تمام. طيب الاو، الاو عشان اقول لك ان يبقى فيه سبونجي فورم انكفالوباسي، او اهي. تمام. طيب الان، الان انه عشان اقول لك ان بيحصل عشان اسيب يعني ان ال ام ان. تمام. اخد حرف ال ال دون عشان اقول لك ان بيحصل لوس اوف موتور كوردينيشن، بيحصل ديمنشن. تمام. انا خلصت المرض دي، صورة اللي بتعصبكم منها. يا رب تكونوا استفدتوا منه، ما كنتش طولت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.